لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصي وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب والله من تمسك بكم. أمن من لجأ والتجأ إليكم سادتي. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لا أقسم ولولا الوجود لولا القرار والعمل لمح الوجود بسيفي. والله يقضي ما يشاء العلقم فما شاء لمصرع الحسين وطرفه بين الخيام وبينه متفسس الف كأنه بدر منحطم وشيب مرتب اشتوى عليا شاعر قال فاكرم منحطم.
وجب لي غلاما بطلا يكون ناصرا لولدي الحسين إذا نزل بأرض كربلاء. وقال له أين أنت عن أم البنين الكلابية فإنه ليس في العرب أشيع من آبائها ولا أفرس. نتكلم في سيرة أبو الفضل العباس هذا اليوم لأن هذا يوم مصيبة، ونتكلم في هذا الكتاب في محورين سريعين نخلص إلى سيرة المولى. المحور الأول في استعاذة أمير المؤمنين عليه السلام بعقيل، وهل يصح أن يستعيذ الإمام بغيره من عامة الناس؟ عندنا في أصول العقيدة في أصول المذهب أن الإمام علي عليه السلام فالإمام بشكل عام المعصوم يكون كاملا كاملا من حيث صفات الكمال وألهمها الصفات التي تعنى بالمعارف، يعني من الناحية العلمية الإمام يجب أن يكون أعلم الناس، والأحاديث متواترة في هذا المعنى. لا يسأل عن مسألة فيقول لا أدري، ويقول مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله أجل من أن يجعل حجة على عباده ثم يسأل فيقول لا أدري، يعني لا توجد مسألة لا يعرفها الإمام. فهذه من أصول المذهب عندنا. وهذه الشبهة هل يصح أن يستعيذ الإمام بآخر، وهل الإمام لا يعرف أن ينتقل له امرأة ذات صفات معينة لتوجب له ذرية ذات صفات معينة أيضا، هذه الشبهة تشتد عند الإمام علي بالذات، ذات الإمام علي، لأن الإمام علي في روايات الفريقين لا يسبقه سابق ولا يعقبه لاحق. روايات الفريقين هذه رواية مذكورة عند الشيعة مذكورة عند السنة بسند صحيح على شرط الشيخين، يذكرها الحاكم أن الإمام الحسن لما استشهد أمير المؤمنين عليه السلام وقف في آل الكوفة وقال يا آل الكوفة لقد مضى بالأمس رجل لا يسبقه الأولون بعلم ولا يلحقه الآخر. وقد ذكر لنا في سيرة أمير المؤمنين ما أدهل العقول إلى درجة أنها سجدت له على أنه رب وليس عبد، نتيجة مظهر من علمه. أذكر لك روايتين في هذا المجال، رواية كهيل يقول اجتزنا إلى المقرب تعليقا على هذا الحديث، يقول اجتزت مع أمير المؤمنين عليه السلام على قرية من النمل فقلت سبحان من أحصاها، فقال لا تقل هذا فأنا أحصيها، قلت تحصيها يا أمير المؤمنين؟ قال نعم أعرف عددها وأعرف الذكر منها من الأنثى، ولكن قل سبحان من برأها سبحان من خلقها. هذه رواية، رواية أخرى يرويها الراوندي عن تسعة، وذكرت هذه الرواية ربما على هذا المنبر، تسعة من أهل البادية عندهم أخت وقالوا لها لا تتزوجي فإن حميتنا لا تقبل أن نراك على هذا الغنم، هي جاهلية. هو شنو اللي جر العرب إلى وهد البنات وهذه الحميات وهذه العقلية المتحجرة في الحجر على المرأة إلى هذه الدرجة؟ قالوا لها حميتنا لا تسمح أن تتزوجي وتكوني عن غريب، فابقي عندنا وكل ما ادخرناه من مال نضعه بين يديك لتتصرفي فيه كما تشاءين. وافقته المسكينة وما تزوجت. يقول الراوي إلى أن نزل عليها الدم فذهبت تغتسل في عين بجوار بيتها ودخل فيها علقة وكبرت هذه العلقة حتى انتفخ بطنها، فظن بها إخوتها سوء وقالوا لقد خنتين، وهم بعضهم بقتلها، هم بعضهم بقتلها، وقال البعض المضي بها إلى الخليفة إلى علي بن أبي طالب،
فجاء أمير وكان في الكوفة عاصمة تلك، وكان تحديدا في مسجد الكوفة وتحديدا على تكة الطشت المعروفة اليوم تكة الطشت نسخة إلى هذه الحكاية. فقصوا عليه القصة فقال علي بطشت فيه حملة فيه طين وعلي بستر، جاءوا بستر وجاءوا للطشت وجاءوا بقابلة وأدخل القابلة مع المرأة وأجلسها في الطشت فخرجت منها العلقة واشتمت البيئة الطبيعية اللي عاشت فيها وريحة الطين طلعت وعرفوا أن في بطنها علقة وليس جنين كما توهم إخوتها. فقال إخوتها يا أمير المؤمنين أنت العلي الأعلى أنت ربنا أنت ربنا من يعلم الغيب ومن يعلم ما في بطون الأمهات والبدويات وما قاعدوا إياها ولم عارف منها ولم سلم عليها ولم قام عليها يعرف ايش بطنها هذا الله بس الله اللي يعرف ما في الأرحام. فزجر وقال تبا لكم إنما هو علم علمنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وقد علمت أن هذه الحكاية تحدث في هذه السنة في هذا الشهر في هذا اليوم في هذه الساعة في هذه الساعة. أبو الحسن ما يحتاج أحد يدور لزوجته ما يحتاج عبد الله قطعا لا يستعين الإمام بغيره عن حاجة ما يستعين عن حاجة ولكن لربما هناك رسالة يوجهها أمير المؤمنين للناس والأجيال. وقطعا هذه القصة أخفت ولها إسقاطيات إيجابية لكل من سمعها. يتعلم الإنسان شلون يحترم أخوه الكبير إذا أقدم على أمر مصيري يتعلق باسم العائلة باحترام العائلة احترام الأسرة ما يتقدم إلى أي واحدة بغير ما يتقدم أهل بيته الكبار من أهل بيته سواء أب أو أخ. يعلم الناس كيف يختارون لنطفهم كما قال الرسول تخيروا لنطفكم. والتخير يقول ليس فقط امرأة جميلة مهذبة أخلاقها زينة لا 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 بالنظر أيضا إلى المنبت المنبت الصالح المنبت الحسن. والخال أحد الضجيعين لذلك يقولين أكد على هذا المبدأ ولدتها الكحولة من العرب ولدتها الكحولة يبغي صفات كحولة يبغي صفات كحولة. بعد هذه القصة عرفت الأجيال بفضل أم البنين أم البنين مش لكن عن التاريخ ما لكن شيء صفحات قليلة لكن هذه القصة بالذات لها إسقاطات الدكتور علي الوردي يقول من الأمور التي جعلت أم البنين وولدها العباس في درجة عظيمة وهالة من القداسة قصة تزويج أمير المؤمنين بعقيل لما قال العقيل جب لي امرأة ولدتها الكحولة من العرب واختار لها بعد عقيل واحدة بدوية على خصوص يقول المعدان هذه القصة تعجبهم على خصوص المعدان فأحدثوا هذا عظيمة لأم البنين وعرفوا مقام أم البنين وعرفوا مقام العباس اللي بحث عنه أمير المؤمنين أراد ينجب ولد ذا صفات معينة يشغل موقع معين مهم فأنجب العباس. هذه القصة لها إسقاطات إيجابية كبيرة في تعريف الناس بأم البنين وتعريف الناس بالعباس. زين المحور الثاني في دلالة هذا الحديث دلالة هذا الحديث واضحة أن أهل البيت عليهم السلام عندهم علم دقيق بمقتل مولانا الحسين علم لربما يؤمنون أنه لا يطالب بدم لا يطالب علم حتمي كيف علم حتمي لأنه أخبر عنه رسول الله ومات الرسول ما يصير الرسول كذا فدل حاشاه هذه من دلائل نبوة الأخبار المقالة للمسلمين من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وآله إخباره بمقتل الإمام الحسين فعندهم علم قطعي يقيني محجوب بأن الحسين يقتل وكما أسلمنا قبل كم يوم ويعرفون بالدقة أين يقع الحسين
ولذلك جلس الإمام الحسين ينصر فيه للعقب ينصر فيه مكان المن حر لما من مكان المن حر مكان ما محل الحسين ورواية بيكون إلى ناسنا ذكرت فيها بسرعة يقول رجعنا مصفين مع علي وكان ناصر بمين ومع علي فجلس في ربوة جلس في ربوة وقال ما اسم هذا المكان قيل كربلاء فجلس في ربوة ومكان وقال يقتل على هذه الأرض شهداء هم أفضل الشهداء على وجه الأرض على الإطلاق يرويها ابن عساكر يرويها الطبراني في المعجم الكبير ابن سعد في الطبقات على الاطلاق لا الشهداء مع رسول الله ولا الشهداء مع قائد ال محمد فقلت لغلام يأتني برجل الحمار يأتني بالعظم مع الرجل فجاء برجل الحمار فلما قام علي أوتدت العظم مكان ما جلس فلما قتل الحسين قلت لأصحابنا تعالوا ننظر موضع ما قتل الحسين فجئت وقلبت الإمام عن وجهي وإذا هو على عظم الحمار مكان ما جلس مكان ما جلس علم تفصيلي حتى التراب اللي ينام يلامس المنحر يعرفونه فلذلك كانوا يتهيئون عسكريا يتهيئون نفسيا يتهيئون بالمصاهرة لإنجاب ذرية تشغل هذا الحدث المهم فقال له عقيل أين أنت عن أم البنين الكلابية فإنه ليس بالعرب أشجع من آبائها ولا أفرس وبالفعل تزوجها أمير المؤمنين وأنجب منها أربعة أقمار غرضنا مع القمر الأول الآن القمر الأول أبو فضل الفضل العباس عمره حين استشهد 35-36 وربما أقل أربعة هذه السنوات الثلاث وكان كخلقة القمر إلى أن قمت على رأسه يقولون اللي شافوه رأيت رأسا يقول إن الأصل من نباته يوم دخلوا الروس الكوفة رأيت رأسا معلقا في لبان الجوار كأنه فضة قمر وكان الجوار إذا طأطأ يأكل كذا تمرد الرأس قلت من هذا؟ قيل هذا رأس العباس رأس العباس إلى أن قطع الرأس والناظر ينظر إليه كأنه فرقة قمر أن فرقة قمر حمام صفات معنوية راقية صفات معنوية راقية وإلى جانبها صفات مادية الصفات المعنوية كان العباس بن علي من فقهاء البيت العلوي وقد أشار خرج المرسل أشار أمير المؤمنين إلى صدره وقال في صدره إن في صدر ولدي هذا لعلما جما وتشهد له عبارات الزيارة التي نص عليها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أشهد لقد انتهك لعن الله أمة انتهكت بك حرمة الإسلام يقول بعض العلماء من الأعلام وحرمة الإسلام لا تنتهك بقتل أي إنسان ولا تنتهك إلا بقتل الفقيه الذي مدير قتله حرمة الإسلام إذا طاح الفقيه من حرمة الإسلام انتهكت إذا انتهكت حرمة فقيه من حرمة الإسلام انتهكت مو أي واحد ولا أي واحد من الشارع يقتل حتى لو مظلوم انتهك به حرمة الإسلام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول أشهد لك بالتسليم والإيمان تسليم تسليم أبقى درجات الإيمان ويسلم تسليما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر هو يحكم الله وحكم رسوله فيما شجر بينهم ثم لا يجدون حرجا مما قضيت عليك الحكم لو إلك ويسلم تسليما أرقى درجات الإيمان أن يعطيها الإمام الصادق في عمه العباس إن عمي العباس صلب الإيمان صلب الإيمان
بعد فنعم الاخ المواسي اخاه في امر اعظم من التسليم. ان التسليم امر واجب، احنا مكلفين بالتسليم ولسنا مكلفين بالمواساه الى الدرجه التي واساها العباس. احنا مكلفين، لو مكلفين شاحنا انت جوع وعطش. احنا بعد الدنيا الحسين ما عطشان يموت عطاشه، مثل ما قال العباس يموت عطشان جلده يواسي اخاه يقول يقدم اخوته كلهم امامه. ليش؟ قال لكي احتسبكم عند الله ويصل الى قلبي ما يصل الى قلب اخي الحسين من فقد الاخوه. مو بس الحسين يتالم على ضوئي كربلاء، الحسين يشيل راسه يحطه في حجره، هذه لحظه وين يقدر الواحد يواسي فيها؟ والى العباس جاء راسي مره في التراب يقول راسي اموت راسي في حجرك وبعد ساعه تموت ورأسك يقطع على التراب بصرك الشمس. هم في المواساة، فنعم الأخ المواسي. شهادة من معصوم، شهادة من معصوم. صفات أيضا بدنية، كان إلى جانب كونه وسيم وقمر بني هاشم، إلى جانب ذلك كان فارسا مناعا. يقول البيرجندي في الكبريت الأحمر برز متلثما يوم صفين، صفين كم عمره 14-15 سنة، برز متلثما في يوم صفين وبرز وأراد من يبارز فاستهان به بطل من الأبطال. يقول معاوية أطلع طالع، قال أنا أطلع آخر صبي، قال أولادي الواحد من أولادي عدون بكتيبة، قال عن سبعة قتلهم، قال من هذا الذي يذكرني في أبنائي؟ لأكلن قلب أبا. وخرج وقتل العباس، قال لأمير المؤمنين ارجع يا بني فإني أخاف عليك من العين والنظرة كشف جامع. وإذا هو أبو الفضل العباس، هذا أبو الفضل العباس قبل 15 قبل 20 سنة، قبل 20 سنة يوم الطفلة وهي العباس تغيرت، هذا الفارس صار عملاق، صار عملاق علامة عسكر الحسين ومجمع العدل. مجمع العدد يعني اذا تفرق الجيش ما يجتمع عدوان عند الرايه. الحسين يقول للعباس مجمع عددي، يتجمعون عند العباس العلامه العسكري، يقول له انت العلامه العسكري وانت مجمع عددي، فاذا مضيت تقول يعود جمعنا الى الشتات وعمارتنا الى الخراب. ولذلك موقف العباس كان يرهب القوم، بس وقفته وقفته ترهبهم. شايفين بطولات يوم صفين وشايفين عملاق يوم الطف. يقول صاحب المقاتل اللي هو الاصفهاني كان يركب الفرس المطهم، فاحش السم، فاحش السم اذا يركبها الانسان العادي رجوله تنفرش لا توصل للارض تتعلق. وكان العباس يركب المطهم ورجلاه تخطان الارض، تخطان الارض. وقفته تروق. ولذلك قيل جيء العباس من دون اصحاب الحسين، العباس وقفته بامان وقف الشبر يوم العاشر قبل ان تنقلع الحج. قال اين بنو اختنا؟ ما اجاب قبلتين ثلاث. قال العباس اجبه وان كان فاسقا. جاء باخوته قال ما تريد؟ قال هذا امان من عبيد الله بن زياد لك ولاخوتك فلا تقلق. قال سلم الله وجهك وما جئت به من ابن امان. اتؤمنني وابن رسول الله؟ لا امان لا لا. يقول العرب في مقتله الشيخ الشهيد مفخرا من مفاخر البحرين من المضاحين الشيخ الشهيد الشيخ عبد الله العرب، يقول الحسين يسمع عند مقتل مقتل، يقول الحسين يسمع وغرورقت عيناه والتفت الى اخته زينب، قال اخي زينب اذا اقبل كبش كتيبه وحامل لواء وابن ابي قولي له اخوك الحسين يدعوك يريد ان يحدثك في الخيمه. يكمل القصه من العطيه يقول منذ رجع حسين يترقب الجوع مثل الاسد يهدر ولا يملك دموعا
يا حسين يا خصري انا الهل يا ام مذكور لازم بالمطهر مدوس خدود وزنود تدري بهالتربه
قال له إذا كان ولابد أطلب لهؤلاء الأطفال شرا. فقد شرب من الماء لا تنزل لك. وقبل عباس أمام الثور قال يا ابن السعد هذا الحسين بن فاطمة أنت ما تجهل يقول لك لقد قتلتم أصحابك وأهل بيتك وأولادك حتى بقي وحيدا فريدا مع عيال صغار قد أظلمت الدنيا في وجوههم من الحرج. فما ظنكم لو سقيتم وجوهكم؟ جاوب الشيخ بدر الربعي بشنون الظلام قال لو كان وجه الأرض كله ماء وكان تحت أيدينا لما سقيناكم منه قطرة واحدة حتى تنزلون على حكم الأمين. هذه رسالة يقول الراوي ابتسم العباس مات ورجع لكنها رسالة أبكت المروءة لما قالها للحسين. يقول الراوي ارتفع صوته بالبكاء حتى جرت دموعه على صدره بينما العباس واقف وإذا يسمع الأطفال من القيام بجت مرة واحدة لا عطشا وأطلب لهؤلاء الأطفال وأن لهؤلاء الأطفال شربتي يا أبا عبد الله لقد ضاق صدري. إذن لي يا أبا عبد الله أذن لي المسيح قال إذا كان ولا بد امضي المشرع املأ القرب وأكلها. وقف أبو فاضل أمام القوم أحجبه عنه نزل فيه بأبي وأمي ذكرهم بصلاة علي بن أبي طالب نزل في قلبهم وفرقهم على الجناحين مثل الزلازل رحم الله العطية مثل الزلازل من حجر إسماعيل مصدر الكيف ملاك المهضعين أدرك ممسسة وعزائل بيدان طيب فضاها والعساكر شهر يوم المسامي منه بالخير شلع كم حيب بالرح شلع والعسكر بالرحى كل ما تراد اخدامها نورا لا تحاك في الموت يلقب وين الأفضل فرت وضبت حال عليها عالما فخ الصور
شغل. قول بالدماء نزل في المشفى وقيل ثلاثة أيام صايم وتقل الحديد والسلاح ومجالدة الأبطال ومصيبة نساء وأطفال وقتل عدم. يقول لك قلب بتفطر. الله أكبر. إيش سوى أبطال؟ إيش سوى أبطال؟ أبهر القوم، أبهر العدو، رمى القربة خلاها تليا من الماء، ثم جنى في الماء ورفع الماء يحسر روحها. فضل العباس رحم الله عليه وتذكر صلب ما في المصيرة. هذه بينه وبين روحها شلون سمعوا الناس. الله يظهر مرتبته، الله يظهر فضله. يقول الجيش راوينا، الجيش راوينا. رفع الماء يقول يا نفس البعض يصيبون. كان يقول يا قلت انت الاول من الماء ايماني يا نفس البعض يصيبون وبعده الاهبت او تكوني. هذا حسين والد الملول والتشربين بارد المعين عليها. ومثلي لا يخاف من النزال. أخذ الروح على وجه المالك
يقول مكرر عليه بسنانه كأنه الصقر. فمكنه العباس، يقول له مكنه العباس من نفسه إلى أن وصل لما ضربه بالسنان مسكه وأرفعه وأخذ يتعتع به حتى كاد أن ينقلع من على ظهر جواده فخلع عن السنان وهو مستعجل. يقول الرجل ضربه على السيف لكن بان على وجهه الفجر يبين أمام عملاء أمام بطل. فأخذ يحوم حول العباس بسنانه، أراد أن يجادل وضرب العباس الجواد وعقره فرمي ابن سبيل في الأرض. أخذ يدور عليه وإذا سنان عفوا شبر يقول لا بأس عليك، لا بأس عليك ابن سبيل. اجروا عليه، هجمت الجيوش على العباس من كل جانب. وصاح الحسين يا عباس يا كبشة كثيرة بكل حرب وصوت كأن هذا كل مدى بينما هو مصرح
ما عرس الكتاب عن نفسه ويستحي يرجع المخيم وما عنده ماي اخذ ايه وسحاب لله اللي رشدك يا سيدي. خلا في حجرة مرة العباس
الكاشاني يقول انا اروي مسندا الى الصادقه للزهراء وقفت على مصنع العمال. وفاء الى ابو فاضل، وفاء الى ابو الوفاء، وفاء الى ابو الشريف، وفاء الى ابو الشريف بالبر بعاصف رجل من صلحاء كربلاء يزور الحسين كل يوم وكل عشرة ايام يزور العباس. شاف الزهراء وحده عنه في المنام وقال سيدتي لما تعرضين؟ قالت لانتقاصك من ولدي وزياده. قال والله اني ازوره في كل يوم. قالت تزور الحسين ولا تزور ولدي يا عباس. اخذ يا ابن ابو عبد الله يقول تقول له وين عمي العرب.